قول الو. الو حد من الو جيلك وبيحبك جدا. ها مين؟ الو امير عبد الحميد. صوته برافو عليك. صوته انا عارف صوت امير. برافو عليك كابتن هاني. امير ازيك؟ اهلا بيك ومنورنا جدا يا كابتن. حبيبي حبيبي امير. ومسا على حضرتك وعلى التهام طبعا، يعني الضيف الجميل اللي انا بحبه زي اخويا ومتربيين مع بعض. كنا في سيرته النهارده والله مع محمود صالح. فاول حاجه ببارك لحضرتك طبعا على البرنامج يا كابتن والقناه. الله يخليك. ميرسي يا امير. دايما متالقين كده ان شاء الله، ويا رب دايما النادي الاهلي دايما على طول فوق. فانا سعيد جدا بالمداخله دي يا كابتن صراحه. بتلعبوا ماتشات يا كابتن دلوقتي صح؟ ساعات كده لما كتير قوي بنلعب مع بعض في النادي الاهلي. لما ساعات نروح نلعب مع نجوم طبعا الفن وكده، احمد السقا او حماقي او ساعات مع بعض كلنا بنلعب مع بعض، بنجمع بعض الكبار كابتن احمد حسن واحمد سيد وبلال وناس كتير نجوم. الحاجات دي بتبقى بتفرق معانا، ان الواحد بيبقى خلاص بعيد عن الكوره، فالحاجات دي بيبقى مبسوطين واحنا متجمعين. وفي الحاجات زي دي المناسبات اللي زي دي تجمعات مهمه بس جدا. بس الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه، كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني كنتوا فعلا بتتقابلوا كان ولا كنتوا بقى مشددين على نفسكم عشان اسركم ايه؟ مش في لعبه خالص. لا ما كانش. لا انا مش قصدي لعبه، انا قصدي كان في مثلا تجمعات كنتوا الملل بيخليكم ان انتوا تنزلوا تشوفوا بعض، يعني تلعبوا خماسي اي حاجه. لا وايام الكورونا طبعا كان في اجراءات وكان بيحافظوا على نفسهم. بس عايز اسالك بقى، طبعا الخماسي ميسي بيظهر في الخماسي طبعا. ها لا احمد، ما انا بقول لك، انا بقول الله كويس الخماسي جدا يا كابتن. مسمينه ميسي، انا عارف ميسي معناها ايه، بس احمد يعني كمان من اللعيبه المجتهده. بس قول لي في الخماسي اخبار ايه في الخماسي؟ يعني الملعب الكبير عارفينه، بس الخماسي اخبار ايه في الخماسي؟ هو احمد سيد يا كابتن موهوب اصلا حريف، يعني بيقعد والله في الخماسي كويس، بيقابل اي حد يقعد اي حد ساله والله في الخماسي كويس جدا. واحمد ما شاء الله يعني ليك. قول له طيب انت لا قول انا اقول له لا لا امير انا في الخماسي. يا امير يقول لي كابتن هاني. بقول لك يا كابتن هاني حضرتك، احنا كنا في رحنا ماتش الاهلي السوبر اللي كانت الامارات. وبعدين احمد لعب معانا شويه ولعب مع نادي الزمالك شويه، فلقيناه ارتاح جدا ان هو راح لعب مع نادي الزمالك. فبقول له بنقول له احمد طب انت ليه يعني ليه مع نادي الزمالك ماشي وتجيب اجوال وبتاع معانا؟ قال لي اصل انتوا عندكم ناس نجوم كبيره وضاغطيني ولازم نكسب، الزمالك عادي الدنيا ماشيه كويس وبتنهار. ضاغطيني ضغط رهيب وانا بلعب فيها ضغط وكده. او عايز يبقى الدنيا يا كابتن. واكيد هو كمان عايز يحكي لكم على موقف بتاع كابتن خالد بيبو لما غير الجزمه، اكيد حكاية او هيحكيه. لا لسه. اتفضل يا كابتن احمد قول لنا. اول موقف ده كان هو سبب تسميه ميسي دي. ايوه عايزين نعرف السبب. كان كابتن خالد بيبو كان بيجيب ستارز جديد، كنت انا على طول هو بيدينا لينه يعني. ففي التمرينه دي كان هو اتمرن بيه شويه، وبعد كده ادوني قال لي اخد لينه شويه عشان وجع رجلي. فجوزيه في التمرين ده بيعمل تمرين فينش على الجول اللي هو جوزيه تملي، بيحب ما بيحبش الشوط، بيحب اللي هي الار 2 بليسنج على طول. ما شاء الله احمد مميز فيها كمان. فانا بالخارجي كمان والله يا كابتن بعملها كويس بالخارجي والداخلي وجول. امير واقف امير واقف والحضره يا كابتن، فانا بشمالي ويميني الكوره تجيلي ما اعرفش في ايه، زي ما يكون مثلا في حاجه فيها غريبه في المقصات كله والله. اميري اميري بص كده، فجوزيه عمال يقول ايه ده وفي الواد ده ماله في. فالمهم راح جوزيه قال لي تعالى تعالى في انت مالك النهارده في؟ قلت له لا ده انا بس لابس جزمة خالد بيبو، وخالد بيبو لابس جزمتي. كل بقى كور وخالد كان بيشوط ازاي؟ كلها في مستشفى المعلمين. كلها في مستشفى المعلمين يا كابتن خالد بيبو، الشوط كلها بره عند المسجد وفي مستشفى المعلمين. فطبعا بدا يا كابتن الميزه في احمد في الماتشات اللي هي لما بيلعب ماتشات بقى في ابطال افريقيا او في الدوري الماتشات المميزه برضو من اللي اكدت بقى ان احمد يبقى اسمه ميسي، ان هو بيجي من ورا كابتن هاني حضرتك عارف طبعا البوزيشن ده، جاي من ورا بيرقص الواحد اولاني والثاني، فبلاقي الامور ماشيه معاه يقعد يرقص بيكمل ومش مصدق. لا ده عايز اقول لك حاجه، ده عايز اقول لك حاجه كمان يا امير، ده هو داخل على الاستوديو لقيته عمال يجي كده ويجي كده. قلت له ايه انت ميسي من هنا ولا ايه؟ لا احمد من اللعيبه المجتهده جدا مميزه جدا، وكان عنده دي كانت عندك دي يا احمد، انك بتلاقي مساحات فبتحاول تمشي بيها. هو بيقول لي على طول مستمر، انا بص يا كابتن انا مش سريع بس برجلي واسع، فالستارت بتاعي كويس يعني لما بقرب من حد وابدا اعدي منه فانا برجلي عشان واسع فبفرق في الخطوه، ممكن هو يجيبني بعدين بس يعني بفرق معاه. فهو جوزيه كان على طول حتى يقول للمهاجمين يقول لهم ما تلاقوه جاي سيبوه، هو عارف هو يعمل ايه وانا مش عارف اصلا هعمل ايه. يعني انا مش عارف انت لابس انا مش عارف اعمل ايه. يعني في مره الافلام لما المخرج يقول للبطل سيبوه يرقص واعوله وهو يرقص كده انت وقع كده، هو ما حدش يجي جنبه. بنلعب الزمالك مره يا كابتن، كان امير بيلعب بنلعب الزمالك مره، ف
فانا طالع من الكوره من ناحيه الشمال كده فمتعب بيظهر لي، احنا على طول كنا متعب بياخد الـ يعني بيقرب عشان يظهر، فانا عملت ان انا هباصي فحسيت انها اتقفلت، فانا عملت كده فلقيت الاربعه بيجروا كده وانا رايح انا والجون، فعديت اربعه في طريقه واحده بحطها بيميني كده راحت طلعت فوق يعني، حتى هي في ماتش يلا الزمالك كسبنا 3 فيه، فهي كانت ساعات بتمشي معايا كده عدي، ولعبت باك ليفت وكنت بعدي وبعمل كورسات فمشيت يعني. بتمشي هو يا امير بتمشي، الموضوع بيمشي الحمد لله، بتمشي معايا يا كابتن. انا عايز بس اجاوب على السؤال اللي هو سهام قالته اللي هو بتاع احنا كنا بنتجمع او بنلعب، احنا ما كناش بنتجمع خالص في وقت الكورونا كتير غير لما الدنيا فتحت شويه، وماتش السوبر ده لما كنا لعبنا قدام الاهلي مع قدام الزمالك ده كان موجود قبل الكورونا مفيش اسبوع او 10 ايام قبل ماتش السوبر. بعد كده طبعا كل واحد واحنا مسؤولين يا كابتن هاني حضرتك عارف كناس معروفه ومشهوره ان هم لازم مثال وقدوه للناس، فكنا مهتمين جدا ان احنا ولادنا وكل الناس اللي موجودين كل الاسر يحافظوا على كل الحاجات دي كلها وعلى الحاجات اللي هم طبعا وزاره الصحه والاجراءات الاحترازيه كل ده كنا لازم اول ناس ملتزمين. لكن بعد كده الحمد لله يعني ابتدينا نتجمع شويه، ما الدنيا فتحت شويه ابتدينا نقعد شويه مع بعض، بس برضو كنا بنضام وكنا خايفين برضو طبعا على نفسنا وعلى اهالينا وكل طبعًا حاجه طبعا. فالحمد لله ولحد دلوقتي يا كابتن لازم الاجراءات دي تكون موجوده، ولازم يعني لحد دلوقتي ما بنقولش ان الكورونا اختفت يعني، بس لازم الناس تخلي بالها، ولازم مش عشان الدنيا او الحياه ابتدت ترجع لطبيعتها واحده واحده فالناس يعني تفتكر انه خلاص الامور عادت الى طبيعتها، لا الموضوع مش كده خالص. مظبوط. وكمان احنا كمان النهارده يمكن كان اخر يوم لينا في نهايه السيزون بتاع الاكاديميه في النادي الاهلي، الحمد لله كنا يعني الناس كلها في اهتمام كبير جدا بالولاد واهتمام بالاولياء الامور ومسؤولين اللي موجودين والكباتن، الحمد لله عاملين اجراءات كويسه جدا، والنهارده كان اخر يوم في السيزون، وان شاء الله عندنا بكره كمان يعني ان شاء الله بكره عندنا يوم مهم جدا افتتاح الاستاد الجديد بالنادي الاهلي، وان شاء الله كل الناس موجوده وانا ان شاء الله اول الناس اللي موجوده، وكل النجوم اللي موجوده حضرتك وكابتن احمد السيد وكل الناس اللي هم مثلوا النادي الاهلي يكونوا موجودين ان شاء الله، يكون يوم كويس ويا رب كده ان شاء الله يكون وش حلو على النادي الاهلي باذن الله في البطولات اللي جايه. ومش عايز اطول عليكم يا كابتن، انا سعيد جدا بالمداخله وان شاء الله ابقى معاكم في الاستوديو بقى المره الجايه ان شاء الله. هجيب بكره يا امير، هجيب جون فيك ان شاء الله يا امير. لا بكره تلعبوا ماتش؟ بكره في ماتش؟ انا هلعب ماتش، هلعب معاك يا كابتن عشان ما يبهدلنيش بكره. ايوه عشان ما يجلكش ويقعد يرقص فينا. انا شكرا يا امير، شكرا يا امير، نورتنا.